أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في تعريف شامل لمادة التربية الإسلامية ومحتويات الكتاب الذي ستدرسوه هذه السنة. قبل أن أبدأ لابد من التعريف بنفسي، أنا المعلمة بيان جابر، حيث سأكون معكم في هذه المادة إن شاء الله خلال هذه السنة الدراسية، حيث أتمنى أن تكون سنة مليئة بالخير والنجاح والتوفيق، ولكن تذكر أن هذا لن يحدث إلا بالجد والاجتهاد والمثابرة والعمل. إذن سأقوم اليوم بالتعريف بكتاب التربية الإسلامية ومحتويات هذا الكتاب، حيث يقسم إلى وحد، وسأتحدث قليلاً عن أهمية دراسة هذه المادة. عندما نقول تربية إسلامية، فهذا أعزائي الطلاب يعمق إيماننا بالإسلام عقيدة وشريعة، ويسهم في بناء شخصيتك من النواحي الجسمية والعقلية والروحية والاجتماعية بشكل كامل ومتوازن. أنت تعلم عزيزي الطالب أن معظم موضوعات التربية الإسلامية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمشاريع خدمة المجتمع، ففي كل خدمة صدقة، وهذا يغرس فيك روحانيات و جميلة لن تجد مثلها، أيضا يغرس فيك تواصل اجتماعي أيضا جميل. كما ترى عزيزي الطالب، فإن كتاب التربية الإسلامية منهاج وزارة التربية والتعليم الجزء الأول فيه يتألف من 4 وحدات، وضع لها عناوين من كتاب الله تعالى، كما تلاحظ هي آيات قرآنية، وليتم نعمته عليكم الوحدة الأولى، الثانية إن الله يحب المحسنين، الثالثة والله متم نوره، والرابعة فاستقم كما أمرت. ولاحظ أن هذه الموضوعات مستمدة من موضوعات الدروس الموجودة في الوحدة، وهذا المحتوى يعزز عندكم مهارات البحث وعمليات التعلم. ماذا أقصد بمهارات البحث؟ الملاحظة، التصنيف، الترتيب، التسلسل والمقارنة والتواصل، ويتضمن أسئلة متنوعة تراعي الفروق الفردية وتنمي مهارات التفكير وحل المشكلات وتوظيف المهارات والقدرات والقيم بأسلوب تفاعلي يحرك عقلك ويستمطر أفكارك عزيزي الطالب، فتصل إلى المعلومة بنفسك وباستنتاجاتك، ولكن عن طريق التوجيه والتقويم والإدارة المنظمة مني إن شاء الله. أقوم أنا بتوضيح بعض الأفكار وتطبيق الأنشطة وفق خطوات محددة ومنظمة بغية تحقيق الأهداف التفصيلية للمبحث بما يتلائم وظروف البيئة التعليمية التعلمية وإمكاناتها. ويجب أن نختار الطرق التي تساعد على رسم أفضل الممارسات وتحديدها لتنفيذ الدروس وتقويمها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يعيننا جميعا على حمل المسؤولية وأداء الأمانة. إذن كما تلاحظ أن الوحد عبارة عن 6 أو 7 دروس. الوحدة الأولى مكونة من 6 دروس عناوينها مختلفة، تختلف من عقيدة وسنة، منها سورة الملك بأجزائها 4 كما تلاحظ، الآيات مقسمة في الوحدة الأولى، الوحدة الثانية والثالثة والرابعة، وهذه الآيات تتناول موضوعات مختلفة. الدرس الثاني السنة النبوية الشريفة، الإيمان بالملائكة الكرام، الوضوء أركانه وسننه، تلاوة وتطبيق لأحكام التلاوة والتجويد تحديدا خارج الحروف، والدرس الأخير في هذه الوحدة هو نعمة الماء. أما الوحدة الثانية هي سورة الملك، لا تغضب، محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أركان الصلاة وسننها،
إنسانية الإسلام، التلاوة تحديدا مخرج الخيشوم، حقوق الطفل في الإسلام. أما الوحدة الثالثة فهي سورة الملك، صلاة الاستسقاء، وبيعتا العقبة والهجرة النبوية الشريفة، التلاوة والتجويد تحديدا مخرج الشفتين، الصحابي الجليل علي بن أبي طالب، والمحافظة على الممتلكات العامة. أما الوحدة الأخيرة فهي أيضا سورة الملك ختاما والاعتذار، التلاوة والتجويد تحديدا مخرج الجوف، ومقام أهل الكهف ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. أنوه أعزائي الطلاب أن كل درس يوجد على المنصة التعليمية بيوم مستقل، حيث يوضع فيه كافة المصادر التعليمية والأنشطة التي تساعدك على فهم الدرس بطريقة أفضل، فتستطيع الرجوع لها والقيام بكل الخطوات الموجودة والتوجيهات الموجودة فيها. لابد أن أذكر أعزائي الطلاب أن مصادر التربية الإسلامية متنوعة ومختلفة، منها مصادر لا يمكن الاستغناء عنها كموقع تنزيل القرآني الذي نقوم من خلاله بالاستماع إلى الآيات القرآنية بصوت القارئ وتقليد القدوة أو تقليد قراءة القدوة. ثم هناك مواقع أخرى أيضا كمنهاجي، وهو الذي نأخذ منه الإجابات النموذجية لأسئلة المحتوى وأسئلة الدروس، وسراج أيضا وهو فيه مجموعة من الأسئلة والاختبارات التي تستطيع أن تقيم من خلالها ذاتك بعد أن تقوم بدراسة بعض الموضوعات خاصة أثناء فترة الاختبارات، وسطور أيضا تستطيع من خلاله أن تبحث في بعض الموضوعات وتستنتج منه أو تستنبط منه بعض المقالات الخاصة بالمادة. ولا ننسى بعض المصادر التفاعلية مثل كاهوت مثلا وورد وول مثلا وكويزز، هذه جميعها المصادر وضعت لك في صفحة خاصة اسمها صفحة المصادر. وهكذا أكون قد حاولت أن أقدم نبذة عن هذه المادة، أتمنى أن أكون قد قدمت ما فيه الفائدة. طاب يومكم بكل أمل وخير.